أعزائي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنتكلموا على واحد العادة سيئة كنا تنمارسوها وعلى الأقل ما حاولناش نحيدوها بمرة، نحاولوا على الأقل نقلوا منها يعني باش يمكننا أن نستمروا بواحد شكل إيجابي في الحياة. غادي نتكلم اليوم على العادة السيئة دي الغيبة والنميمة. كاين مقولة كبيرة تقول أن العقول الكبيرة تناقش الأفكار، والعقول المتوسطة تناقش الأحداث، والعقول الصغيرة تناقش أحوال الناس. فإذا هذا الجهد وهذا الوقت اللي تندوز يعني تستعمل فيه هذه العادة السيئة، من الأحسن أنني نستعمله في عادة مفيدة كالرياضة أو كالدراسة إلى آخره. يعني أستذكر أو يعني السورة والآية الكريمة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني الإنسان ما يبغيش أنه يتخيل نفسه في هذا الموقف، وهذه السورة الكريمة تجعل يعني تتبين لنا بشاعة هذه العادة السيئة في السلوك ديالنا اليومي والترسبات ديالها السلبية على المجتمع وعلى الاختلال العلاقات الإنسانية بين الناس. نحاول ما أمكن أننا نحد منها. وما تنسوش أيضا أنه من يجي شي واحد يتكلم معكم في شأن من هذه الأمور، حاول دائما نغير الموضوع ونتكلم في شي حاجة واحدة أخرى. وعلى كل حال، من قال لك قال عنك. فدائما نحاول أننا نحيد هذه العادة السيئة من السلوك ديالنا اليومي، وطبعا احنا اللي غنكونوا مستفدين. ايضا من يجي انسان يتكلم لك على اخبار الناس دائما تاكدوا. فطبعا غادي نهيو هذه الحلقه بالسوره الكريمه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.